بعد الظهور غير المقنع للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما خلال المناظرة التي جمعته بخصمه الجمهوري ميت رومني في مدينة دنفر بولاية كولورادو، أوباما اتهم أمام آلاف الأشخاص في دنفر غرب البلاد في خطاب استمر لمدة 21 دقيقة خصمه رومني بالكذب خلال المناظرة التلفزيونية، كما سخر من غياب رومني خلال المواجهة وقال: إذا ما أردت أن تكون رئيسا يجب أن تقول الحقيقة للأمريكيين. وأضاف: عندما اعتليت المنصة التقيت هذا الشخص الذي كان في كامل طاقته وادعى أنه ميت رومني، لكن لا يمكن أن يكون هذا هو ميت رومني لأن رومني الحقيقي يجوب البلاد منذ العام المنصرم واعدا بإعفاءات ضريبية بقيمة 5 مليارات دولار لصالح الأثرياء. الرجل الذي كان على المنصة لا يريد تحمل مسؤولية ما يقوله رومني الحقيقي منذ السنة الماضية. رومني المرشح عن الحزب الجمهوري المحافظ تلقى إشادة واسعة النطاق على أنه الفائز في المناظرة التي أجريت مساء الأربعاء وقال: ما لم تسمعه خلال المناظرة هو أن الرئيس لم يتمكن من الإجابة عن لماذا ستكون الأربع سنوات المقبلة أحسن من السنوات المنصرمة. لم يتمكن من الإجابة لأنه يتوفر على السياسة ذاتها للسنوات الأربعة المقبلة. رومني حاول من خلال هذه المناظرة كسب تأييد الأمريكيين مرة أخرى بعد هبوط حاد لشعبيته وتأكيد أنه لا يزال قادرا على المنافسة.